بيت الهنا. بوكيمون، أبطال الديجيتال، وغير كثير من الأسماء أصبحت الآن بتهم أبنائنا هي ألعاب الفيديو المختلفة وما عارفين أصير شنو. مرحبا بكم مشاهدي بيت الهنا اللي هو بيتكم بالتأكيد، واليوم حنتحدث عن هذا الموضوع في معيتنا دكتورة سعاد موسى مختصة في شؤون علم النفس. أهلا بك يا دكتورة. مرحبا، أهلا وسهلا بمشاهدي بيت الهنا. يعني بقينا في الفترة الأخيرة بنشوف أطفال يمكن 5 سنين ما قبل سن المدرسة بيقولوا أسامي بتاعت ألعاب فيديو. أصير شنو في انجذابه لألعاب الفيديو أكثر من الألعاب الأخرى؟ طبعا الأطفال اللعب واحدة من الضروريات المهمة في حياة الطفل، لأنها بتساهم في النمو بتاعه المختلف، في النمو الجسدي والنمو المعرفي والنمو النفسي والاجتماعي. هو ضروري جدا اللعب في حياة الأطفال. اللعب قد يأخذ أشكال مختلفة، لكن في الآونة الأخيرة ظهرت الألعاب اللي هي في أجهزة الكمبيوتر، سواء كان في فيديو أو في CDs أو كده، لأنها انتشرت وتوفرت وبقى الحصول عليها سهل، عشان كده الأطفال بقت في متناول أيديهم. أضيف لذلك بقت هي خلتهم يكونوا في استغلال عن والدينهم. يعني الألعاب الثانية كان فيها يتطلب وجود الأب أو الأم أو شخص، يعني سواء كان في الحكي أو في الألعاب التقليدية الشعبية أو في الألعاب يعني كل مجتمع عنده ألعاب بيختص به، فبتحتاج لشخص يكون موجود. الألعاب الإلكترونية دي ما بتحتاج لوجود أشخاص، يعني الجهاز بس ومعرفة الطفل بتشغيله وكده، هو دي الشيء اللي بيحتاج. طيب يا دكتورة، ما دامت هي من الألعاب اللي ما بتحتاج لوجود شخص، دي برضو بيكون عندها سلبيات؟ نعم، مشاكل. نعم طبعا العالم كله ماشي نحو بيقولوا عليها الإنفرادية، يعني الناس دلوقتي في الموبايل الواحد بيتكلم برا، وممكن الكمبيوتر في الإنترنت، يعني كل المناشط اللي بيقوم بها الشخص دلوقتي ماشية ناحية إنه الشخص يعمل أشياء لوحده. حتى الاتصال نفسه، الاتصال المباشر بقى يعني ما مرغوب كثير. الناس لو تحدثت بالموبايل كفاية، لو تلاقت بالإنترنت كفاية، عملوا شات بالماسنجر. إحنا حنشوف الاستطلاع الجاي ده ونواصل أخبارنا. بيت الهنا. أنا بختار لون الألعاب اللي بشوفها مناسبة لهم لأعمارهم، بشوفهم طابق لأفكارهم، يعني بشوف شيء مناسب معهم بختار لهم اللعبة تحتاج. والله أنا وأبوهم بنشتري لهم الألعاب المناسبة لأعمارهم. والله اللعبة الإلكترونية مناسبة حسب، أولا حسب الموديل الجديد بتاعه. نحن بنحب نختار لهم ألعاب معينة عشان يستفيدوا منها من ناحية التعليم ويتعلموا منها. بيت الهنا. دكتورة، زي ما سألتي قبل شوية عن حكاية العنف في ألعاب الكمبيوتر، يعني لو شفتي شاهدتي بعضها زي أبطال الديجيتال وغيرها من غير ما نحدد أسماء، يعني بتعتمد على مثلا ألعاب نارية، على طلقات رصاص، على تفجيرات، على ضرب، استخدام القوة عموما. يعني نعم، يعني الحوار في المسلسلات دي كل حوار قائم على العنف، وكأنما بيوجهوا يعني مفهوم إنه الأشياء تؤخذ بالعنف وبالقوة، وانه ده الاسلوب الوحيد الممكن ينفع، في حين انه الحوار مثلا والمشاهده والاستماع ودي من الـ يعني الـ الاشياء المهمه المفروض الناس تتعلمها في وسائل الاتصال يعني. نعم. لكن زي ما ذكرت لك، لانه المواد دي منتجه من شركات مختلفه وعندها اهداف واغراض مختلفه، فقد تكون يعني دي رسائل ترسل وتبعث لكثير من الاطفال. كيف الاهل يتعاملوا مع الرسائل دي؟ هم طبعا اول حاجه تحتمل انه هل الاهل نفسهم شاهدوا الاشياء دي وعرفوها، لانه في بعض الاحيان الاهل بيكونوا في غفله، يعني بيجيبوا الاشياء دي ويشوفوا اطفالهم قاعدين هادئين وبيحضروا بس، فدي حاجه كويسه انهم هم مبعدين منهم وراسهم يعني راق من اللخمه بتاعتهم كده. لكن المفروض هم يحضروا يشوفوا في شنو، يشاركوهم ويشوفوا فهم الاطفال ده، لانه في بعض الاحيان قد تحضر حاجه تكون مثلا هي ما جيده، لكن ممكن الطفل يتعلم ينتقاده، يعني يعرف انه ده حاجه مقصوده وما جميله وما حيعمل زيها وكده. زي برضه ما
بتجيب مثلا تمثيليه لناس بيسرقوا وبيغشوا كده، وعايز توصل رساله للطفل بانه ده سلوك غير مرغوب فيه. فلازم برضو الناس لما يقعدوا اطفال يلعبوا في الالعاب دي يكون في زول يشاركهم. هل كثره ممارستها زي ما انت ذكرتي الان بتأثر على حياة الطفل؟ وبنشوفها كيف التأثير بتاع ألعاب الفيديو تحديدا. طبعا يعني بتعمل أول حاجة إنهاك لقدرات الطفل، الحواس بتاعته سواء كان البصر أو السمع، يعني بتعمل إنهاك ليها إذا كان الطفل كان مداوم وقاعد لساعات طويلة. يعني هو في ما يمنع الناس تشاهده لكن لفترة بسيطة، لكن لو استمرت لساعات طويلة بتكون خصما على الأشياء الأخرى. الطفل قد يستهلك حواس السمع والبصر بالنسبة لاستخدامه ليهم، وبعدين قد تكون تعطل بعض الجوانب حتى الاجتماعية الموجودة. كيف ممكن تأثر في مهاراته الاجتماعية؟ نعم، أول شيء بتحرمه من أنه يتفاعل مع الناس التانيين، ممكن يفضل أنه يقعد في البيت ما يمشي مع أفراد أسرته، يفضل أنه يقعد ما يتكلم، أحسن يقعد يميل للانعزال. يميل للانعزال لأنه هو بيشغل جزء من وقته في الحكاية دي. صحيح. فما بتتنمى عنده. حتى الأطفال مثلا تلقاهم ما بعرفوا يتكلموا كيف، ما بعرفوا يطلبوا الحاجة كيف، ما بعرفوا لو جام ضيف يقولوا له شنو أو يقعدوا كيف أو يسلم عليك، لأنه ما أتاح لنفسهم فرصة أنهم يتعلموا الحكاية دي من أهله. والحكاية دي ما بيتعلمها زول ساكت، بيتعلمها من الاحتكاك يعني. نعم. الحاجات اللي بنلاحظها عند الأطفال زي البلاي ستيشن، الحاجات دي كلها، في رأيك يا دكتورة احنا كيف ممكن يعني، لأنه زي ما قلت ده انفتاح بتاع عالم متكامل داخل فيه التطور التقني والتطور الإلكتروني، احنا كيف ممكن يعني نراعي لرغبتهم في مواكبة ونراعي لتطورهم النفسي زي ما انت ذكرت؟ ده بقودنا طوالي، لأنه هل عندها فائدة الحكاية دي؟ طبعا استثارة الجوانب الفكرية والعقلية والقدرات العقلية والذهنية عند الأطفال مهم. الألعاب دي بتعمل على الحكاية دي، بتخلي الأطفال أول شيء يستخدموا أيديهم، بيعملوا تنسيق ما بين البصر وبين الحركة بتاعت اليدين، بتخليهم يحلوا مثلا لو فيها معضلات أو كده، ممكن قدرات الحل والتفكير تكون موجودة عندهم. بتخليهم برضو يعني تستثير الحواس بتاعتهم. نعم. العقلية يعني، لكن تكون بمعدل معقول بحيث انه تخلي مساحة للمناشط الثاني، لانه احنا بس ما دارين الاطفال دول يكونوا زي الآليين يعني، لانه يعني وجدوا انه الطفل بيكون بيشاهد البرامج دي لفترات طويلة ومنغمس فيها، بيكون زي يعني بيفقد الحيوية حتى بتاعت الطفولة يعني، والعفوية بتاعت الطفولة قد يفقدها. فنحن ما دارين أطفال يكونوا مبرمجين بالشكل دي، يكون عندهم كل الأشياء، ما في ما يمنع تتبرمج لهم وقت يقضوه في الألعاب دي، لكن برضو يعني الناس ما تنسى ألعابهم التقليدية والشعبية لأنها عندها دور كبير جدا، زي الحكي وزي القصص زي الألعاب المختلفة. الألعاب التقليدية دي ممكن تكون لهم بدائل. نعم يعني هي قد تكون نقلص فترة اللعب الإلكتروني ده والألعاب الكمبيوتر وتحل محلها. نعم. طبعا هي قد تكون يمكن تبدو مملة للأطفال اللي تعودوا على الإيقاع السريع بتاع الحياة وكده، بقد يشوفها شيء ممل. نعم. إنهم يقعدوا في حلقات ولا يلعبوا ولا يستنوا الدور وكده زي ما في بعض الألعاب التقليدية، لكن دي ذاتها ممكن يحصل لها استحداث ويضيفوا عليها أشياء جميلة. نعم. وتبقى بصورة أبهى يعني. دكتورة الحديث عن الألعاب الإلكترونية وألعاب الكمبيوتر بالنسبة للأطفال حديث معقد، لأنه أنت ذكرتي أنه زي ما عندها سلبيات عندها إيجابيات، وكنت بدأت تتحدثي عن إيجابيات هذه الألعاب. هل في أشياء ممكن نضيفة من مهارات للأطفال وتكون باختيارنا لأنواع الألعاب دي؟ نعم، أول حاجة طبعا الجلوس على الكمبيوتر في حد ذاته وتعلمه دي من الحاجات المفيدة يعني. نعم. من المهارات المفروض يعني يتعلم الشخص، لأنه واحدة من المهارات المطلوبة تعلم الكمبيوتر، لأنه الكمبيوتر ما بس فيه الألعاب، أصبح لغة العصر، فيه حاجات كثيرة متنوعة. نعم. فدي ذاته فرصة لأنه الأطفال يتعلموا الجلوس على الكمبيوتر ويستخدموه في استخدامات المختلفة. فدي واحدة من الحاجات الكويسة. بس احنا نلاحظ أنه الأطفال الصغار تعاملهم مع الموبايل والكمبيوتر في الحياة دي أسرع وفيه جرأة أكثر من الناس الكبار، لأنه ده يعني الحاجز بتاع الخوف من الإلكترونيات منعدم عنده، ودي حاجة. نعم. كويسة تعلمهم الجرأة والإقدام على الابتكار والتفكير وكده، لكن عشان نطلعهم من الحاجز بتاع بس واللف والدوران في الألعاب الموجودة دي، ممكن هم حتى يبتكروا أشياء تانية. دكتورة إذا الطفل وصل مرحلة إدمان ألعاب الكمبيوتر، نعم، هل ممكن علاجه يعني من قبل الوالدين؟ طبعا هو الإدمان هي حالة الشخص فيها بيحتاج على وجود الشيء اللي أدمنه، وفي حالة غيابه غطسها على بعض الأعراض،
في ادمان الكحول مثلا والمخدرات وكذا قد تكون تظهر الاعراض الانسحابيه اللي هي دي اللي بتتوجب انه احنا نقول كلمه ادمان اصلا الكلمه باستخدامها. احنا بنقول 200 يمكن الطفل اللي بيبقى مدمن لما يرفض، يعني اذا كان اليوم اللي ما يجلس فيه في الكمبيوتر ويحضر فيه الالعاب دي يرفض يعمل باقي الاشياء الثانيه، مزاجه يتعكر يبكي مثلا او يرفض يعمل اي شيء الا اذا عمل الحكايه دي، احنا بنفتكر انه دي تحتاج لتدخل. قد لا تحتاج لتدخل مهني، لكن ممكن الوالدين يحاولوا يعملوا ازاحه للساعات اللي بيقضيها الطفل دي في الالعاب الالكترونيه بمناشط ثانيه. قد يرفض في الاول لكن نحاول نشرك اخوانه في البيت واخواته مع بعض، حتى لو ضاع الامر انه يطلع الطفل من البيت خالص عشان يعملوا منشط خارج المنزل، يوروه انه هو مش عايزين انه يحرموه لكن عايزين انه يعرف حاجات ثانيه، لانه الحياه بس ما فيها الالعاب دي، في حاجات ثانيه احلى واجمل وتجربه وكده، لغايه ما شوي شوي يعني محاوله جذبه لوسائل ثانيه. نقلل الساعات مثلا بيقعدها، كان بيقعد 3 ساعات مثلا ممكن يقعد ساعتين، ثاني يقعد ساعة، ثاني يقعد نص ساعة، ولكن لازم في الزمن اللي نقصناه وده ندخل مناشط ثانية عشان تحل محل الساعات اللي كان بيقضيها في الكمبيوتر. بالتأكيد بالاستماع لنصائح المختصين زيكم يا دكتورة بنصل لحل أي مشكلة بتواجهنا في تربية أبنائنا. يديك العافية دكتورة سعاد موسى مختصة في شؤون علم النفس، وشكرا لك. الله يخليك، تسلم. وكل الآباء والأمهات، الكمبيوتر لغة العصر، والكمبيوتر مهم لكن في حدود، وأي حاجة إحنا بنقدمها لأبنائنا لازم تكون في حدود، وخلونا في حدود طبق اليوم. إلى أن نلتقي. بيت الهنا مشاهدينا، واليوم طبقنا طبعا مع شيف عادل عبدون. شيف عادل، شايفين في أنواع متباينة ممكن تكون شويه غريبه على المطبخ السوداني، كيف احوالك انت؟ مرحبتين بك يا استاذه سحر، مرحبتين باخوات المشاهدات لبرنامج بيت الهنا، ونخص التحيه لربات المنزل جميعا. طيب عايزين نتعرف على طبقنا اليوم. اللي عندنا سلطه بتاعت مكرونه بالكالاماري او بالحبار. نعم. يعني نتعرف على المكونات. المكونات اول شيء الباسطه بتاعتنا، المكرونه بتاعتنا اللي هي 3 ألوان ثم سلي كلر، دي بتجي طبعا دي جاهزه، بتكون كلها في كيس واحد، يعني ما كل واحده لوحدها، بتكون مسلوقه، حنتكلم عن طريقه سلكها. وبصل، البصل الاخضر اللي قدام ده بنقطعه جوليان، وطماطم صغيره رفيعه جدا، يعني نعم جوليان شرايح رفيعه جدا، والطماطم الطماطم صغيره يعني صغير. اذا وجدت والكلاماري اللي هو الحبار اساس السلطه بتاعتنا، والسمسم سمسم محمص، والليمون، والخس للديكور، نعم، وملح وزيت وفلفل اسود. نعم. حتبدا باي مرحله من المكرونه ولا بالحبار؟ احنا نتكلم عن المكرونه، طبعا المكرونه اصلا هي جاهزه ف سلقناها عشان الزمن ما بيزعفنا. نعم. لكن نتكلم عن طريقه سلق المكرونه. المكرونة دي مكرونة خفيفة شوية، يعني لفتها يعني فيها فراغات، لو احنا عملناها بنلقاها خفيفة قريبة من الاسباجيتي. أيوة. عشان كده مثلا دي ما بتاخذ زمن، بتاخذ لها 8 دقائق. نحط الموية، يعني الموية لما تغلي نخديها زيت نديها ملح، بعد ذاك ننزل المكرونة، 8 دقائق لما تطلعها نصبها طوالي في مصفى ونديها موية باردة، بتكون كده جاهزة. بالنسبة ل البصل الأخضر، البصل طبعا تقطيع عادي، نقطعه شرايح رفيعة جدا. نعم شرايح رفيعة، يعني احنا مثلا عشان نضمن انه هي تكون شرايح رفيعه ممكن نفتح لطبقتين. نعم، ممكن بعد ذلك نقطع بالطريقه دي. يعني حتى الشرايح دي احنا لو قطعناها وخدناها في مويه بارده بنلقاها يعني اتعملت حلزونيه. أيوة. تبقى شكلها زي الديكور، ومع شكل المكرونه بدي منظر جميل. نعم. فدي كده مثلا بالنسبه ل البصل الاخضر، البصل الاخضر بتاعنا. فهنا نحن عشان نقطع الكالاماري، الكالاماري بيجي بالطريقه دي. نظافته مرات بنلقى جوا في يعني رفيع، هو عظم لكن شكله زي القزاز. غضروفي يعني؟ لا يعني حاجه خفيفه، يعني لونه زي القزاز ابيض، فده لازم يطلع من جوا. فالشكل اصلا احنا بنشتريه كده، فطبعا هو اصلا طريقته يعني شكله البيجي بيكون فيه الراس طبعا بيطلع بيشتغلوا به حاجات ثانيه صوصات وكذا. احنا بنتكلم عن الحته بتهم الناس. ايوه. فبنقطع هو ده جسم الحبار بعد ما طلعنا منه العظم الغضروفي بتاعه ده. نعم. بنقطعه
بدينا ده الشكل بتاعه. فانا هنا يعني اشتغلت شويه سلكته فعملت الشكل مثلا شكل زي الشجر ده. فده طريقته سهله جدا جدا. انا لما اقطع افرد كده انظف من جوه. ايوه بقوم بالميلان. أيوة كده بقوم مثلا بقطع بالميلان خفيفه, خفيفة. ما تعمل تتفتح على الجهه الثانيه خفيفه. نعم ممكن بالطريقه دي. وبعد ذلك ممكن انا اقطعه مثلا شرايح طويله شرايح قصيره حسب الطبق بتاعي. فهنا دي طريقه. وممكن في طريقه ثانيه انا اقطعه عادي بس اقطع خفيف خليه ما شرط. انا لو مثلا ما قادر اعمل الديكور اللي عملته انا والشكل اللي عملته ممكن شرايح طويله خفيفه. نعم تقطع شرايح خفيفه. فهنا انا عندي خيار. انا قلت بسلق وممكن انا برضو يعني اسلق وممكن اعمله سوتيه. يعني ممكن ما ادخله في المويه اعمل سوتيه على طول لكن يعني اسهل اعمل انا الطريقه انه من غير سلق. نعم فده كده هو جاهز. فنقوم ندي شويه زيت زيت زيتون يكون افضل وبننزل. فالواحد يعمل حسابه لانه الكلمات اصلا بيكون فيه مويه والزيت بيكون سخن فممكن يطشش. أيوة على الزيت مرات بيقوم الزيت بيطشش. نعم تبقى مشكله. ما في طريقه ممكن نحاول انه نمتص المويه منه ولا بيتعامل مع طبيعه الحبار نفسه؟ لا ما اصلا هو يعني بطبيعه شكله انه هو اصلا يعني رخو لحظه انه لين يعني. نعم. وبالتالي بيكون فيه المويه اللي بتكون فيه بتكون فيه. هذه طريقه ممكن تكون اسهل. نعم وفي حبار نوع ثاني بيكون صغير يعني كل ما يشتغل بيقوم بيتلف حوله نفسه. وانت اصلا عامل الاشكال التقاطعات دي. ايوه بنديه شويه بتاعت ملح. الملح برضه ما نكتر. ونديه فلفل اسود. يعني الناس متعوده دائما اللحوم بتاعت البحر باختلافها بتكون بمبي بتكون على احمر لكن اللحم الحبار الابيض ده حتى في شكله قريب للمكرونه يعني حاجه غريبه شويه. وبعدين هو ما يعني ما بيتغير اللون بتاعه ما زي الصدفيات او زي حاجات البحر الثانيه لونه ما بيتغير. مرات لما مثلا زي الجمبري زي الحاجات دي لما يكون لونه ابيض لما تنزل في النار او لما تلقى السخانه لونها بتحول للون الوردي او اللون. طيب ده حنعرف استوى كيف؟ ده كده هسه بس نخلي مويته تنشف. نخلي مويته تنشف ونشوف نصائح وفوائد الحبار مع المكرونه. بيت الهنا. شيف عادل انت قلت بعد ما المويه تشرب منه احنا بنعرف انه استوى لكن ولا بتغير لونه لذهبي ولا لبني ولا اي حاجه؟ لا لا ما في تغيير. فكده هسه يعني طيب مقدار المويه شنو عشان نكون عارفين انها لما تشرب يكون مستوى؟ هو اصلا ما بتدي مويه, المويه بتنزل منه نفسها. يعني المويه بتنزل منه فهسه شويه شويه التجربه هسه زي بقى السكنس تخين شويه. ايوه لكن كل ما اخليه على النار كل ما المويه اتبخرت يفضل الزيت. بعد ذلك ممكن حتى لو انا عايز اخلي لونه متغير ممكن اخلي لونه متغير بانه يبقى اللون ذهبي اخليه فتره اطول بس ده يعني بمسافه طويله بيبدا التغيير لكن لو عايزينه يستوي ما شرط انه اللون يتغير. لا ما شرط انه اللون يتغير كده. بس احنا ممكن نضيف ده برضو بعدين الفلفل والثوم لو عايزين نضع الحاجات دي كلها ممكن نضعها برضو ما تكون فيها مشكله. ايوه اثناء الغلي بتاع الطبق نفسه. فده كده يكون ياخذ له زي 5 دقائق. ممكن بعد ذلك احنا نبتدي في التقطيعات وسلطاتنا. بس احنا مجهزين البصل ممكن حتى البصل احنا لو عايزين مثلا نضيفه نضيف البصل الابيض شرايح طوليه برضه. شرايح طوليه برضه. انت دائما بتحب انه لو اتعمل شكل يكون الاشكال بتاعت الخضار كلها زي تكون عايزه زي بعض. احنا دائما يعني بنتمنى من ست البيت الاخضر بتاع البصل ما يتجدع. احنا عاده يعني ما قاعدين نستعمله في البيوت. أيوة. فدي يعني دي خاطئه. يعني احنا لازم
نستفيد حتى من الفوائد بتاعته الغذائيه المعروفه من بذر البصل. فده كده عندنا جاهز. طبعا لما تيجي طعم السلطه انت عادي مثلا بتخليه لما يكون بارد بالطريقه دي هاي، لكن برضه مرات لما تخلطيه مع الان المويه تشربت تماما وفضل بس الزيت. نعم. فنحن هنا بنضيف المكرونه بنكون سلقينها على مويه فيها ملح، بيكون لازم مكرونه يعني فيها ملح وفيها زيت، دي اهم حاجه يكون فيها ملح وفيها زيت. فدي هنا المكرونه، بعدين ما شرط احنا يا جماعه نفس المكرونه دي. انا ما عندي دي شكلها بس ظريف. أيوة لانه قريب لاصابع الحبار. نعم. يعني نعم. انا هخليك تقلب المكرونه مع البصل ونبدا نجهز السلطه. في المسافه دي هنذكركم بمكونات مكرونه مع الحبار. بيت الهنا. شيف عادي يعني انت ضفت الطرفين بتاعنا البصل الاخضر والجزء الابيض برضو. نعم. وبتقلبهم باستمرار. ايوه. وهنا نكب الحبار بتاعنا. شايفه برضو في حبات من الفلفل. ايوه بقولها دي برضو للنكهه. الفلفل والشكل يعني. نعم. فكده ما بتحتاج لزيت لانه الزيت اصلا مع الحبار. هنا ممكن نديها ليمون. الليمون الكبار ده طبعا الواحد ما بخاف من حبوبه لانه بيكون بسيط في تتحكم فيها في اليد. فدي كده تكون جاهزه. واحنا نديها شويه من السمسم. السمسم في ناس كثيرين ما بيعرفوا انه الطريقه الصحيحه لقليه، فبنسالك يا شيف عادل كيف احنا ممكن نقليه وفي نفس الوقت فيه برضه قيمه غذائيه نحافظ عليها. بالنسبه كده فعلا التحميصه بتاعت السمسم مرات بيحرق. السمسم احنا لما نيجي نقليه اول حاجه يكون نظيف طبعا، خالي من اي تراب من اي حاجه زي كده. الحاجه الثانيه انه بنخد مثلا طوه زي دي على النار وبنجيب حته زيت بنمسح مسح. يعني مثلا يكون في حته زيت ونمسح مسح، يعني نخلي الطوه ما يكون فيها اي نوع من الزيت، بس يكون كتلميعه بس. يعني هو ذاته فيه زيت يعني السمسم. نعم. وبنخد لا احنا ما عايزين نحرق. بعد ذلك لما نخد السمسم بتاعنا على طول نكون بنحرك كان بمغلاة بكمشة او مثلا بطريقتنا بتاعت المطبخ العاديه دي. نعم. فمجرد ما نشعر بانه السمسم اخذ اللون مش نطفي النار او نزحه بس وخلاص، لا نغير الوعاء طوال نغير الوعاء ثاني عشان بيكون بارد. نعم. بدينا الشكل ده. اذا احنا كده وصلنا للمرحله الاخيره بتاعت تزيين الطبق. يعني ده طبق خفيف طبعا، يعني مش في خفيف انه يعني ممكن تكون وجبه بالنسبه له. نعم. فنحن عندنا الطماطم ممكن تتقطع لاربعه. الطماطم دي يا جماعه اذا وجدت اذا ما وجدت الناس ما يعني ما تهتم لها، يعني بس نعملها كده بتدي لون. بتدي لون جميل، لون جميل وطعم جميل وتكون لافته لانه الناس لازم تجرب طبقنا يعني. انت عارف الناس لو شافوها كده هيفتكروا انه انواع مختلفه من المكرونه، لكن هي مكرونه ونوع من انواع لحوم البحار. برضه ندي سمسم من فوق، بصل الاخضر والليمون. احنا هنا ممكن يا جماعه نستعمل زيت السمسم، يعني ما مشكله ممكن نستعمل زيت السمسم عادي لانه زيت السمسم اصلا هو برضو عنده نكهه جميله. نعم. ومغذي برضو. ومغذي. شيف عادل يعني الطبق ما شاء الله بقى الوانه جذابه وريحته برضو جميله، واظن انه هو بيحتوي على قيمه غذائيه كبيره في نفس الوقت خفيف على المعده وسهل الهضم. نتمنى انكم تجربوا الوصفه بتاعتنا الليله دي، ويديك العافيه يا شيف عادل على الطبق ده. حابين تستفسروا او تعرفوا تفاصيل اكثر عن اي طبق قدمناه لكم او طبق اليوم حتى، hana@shuruq.tv ده الايميل بتاعنا. واترككم في رعايه الله. بيت الهنا.